وإنت أهل للكرم وأهل للجود وأهل للضيافة، وما جينا والله إلى أهلنا في هذه القرية ما جينا طالبين مال ولا دارين من زول حطام بتاع دنيا، وإنما جينا مذكرين بدين الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن صحيح الذكرى بتنفع، وده ما معناته نحن أعلم منكم أبدا والله، ولا معناته نحن أفهم منكم أبدا والله، بل قد يكون فيكم من هو أعلم وأفضل وأحسن منا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالمؤمنين بيذكروا بعض، انت تذكرني بالله وانا اذكر بالله، وهكذا الايمان وهكذا الدين، ولا عندنا مشكلة شخصية مع ذول ابدا، ولا عندنا عداوة مع قبيلة معينة او طريقة او طائفة معينة من اجل دنيا، وانما يا جماعة كلامنا في الدين وفي الاسلام. وانا حقيب حولي آية واحدة بس ماذا اطول عليكم. ربنا سبحانه وتعالى قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. الله قال المساجد دي حقة براو، البيت ده بيت الله، والبيت ده بيت الله، والبيت ده في الخرطوم بيت الله، وده في القضارب حق الله. وبعض المفسرين قالوا المساجد المقصود بها مواضع السجود السبعة في الإنسان، الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والرجلين، دي لي الله ما يجوز تسجد أو تركع أو تعبد إلا الله يا جماعة. كلام ده واضح. ربنا قال وأن المساجد لمنو؟ لله. ربنا قال طوالي طالما عرفت إن المساجد والسجود لله، ربنا قال فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب أحد ضمنه جبريل عليه السلام أحد، وهو أحد الملائكة الكرام، وهو أفضل الملائكة على الإطلاق جبريل عليه السلام. ليه؟ لأنه هو الموكل بالوحي يا جماعة، وهو اللي بينزل الرسالات والكتب على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما يجوز تدعو جبريل مش أفضل الملائكة؟ ما يجوز ولا يقول يا جبريل نزل لنا مطر، ده شرك بالله وكفر بالله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل رجل في الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين، لأنه ده صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. وهو تزوج للرسول عليه الصلاة والسلام بنت عائشة رضي الله عنها. رغم ده ما جوز واحد يقول يا أبو بكر الصديق مدد تنجدني وتفزعني وتديني، حرام شرك بالله عبيد. ليه؟ لأن ربنا قال فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا أي أحد، عمر بن الخطاب، عمر الفاروق، الشيطان كان بيقوم جاري منه عديد. يعني إذا ظهر بالشارع عند عمر بن الخطاب مثلا، الشيطان إبليس من بداية الشارع ده هناك لحد نهايته بغادي بيخلي الشارع كله لعمر بن الخطاب. راجل ولا ما راجل؟ راجل حد الرجال. لكن رغم ذا ربنا قال ما تدعو من دون الله. وده الصالحين يا جماعة، أبو بكر الصديق صالح، جبريل صالح، عمر بن الخطاب صالح، الصحابة صالحين. ما يجوز تقول يا فلان من الصالحين دول أديني ولا سوي لي ولا أفعل
ولا غيره. ليه؟ لأن الدعاء عبادة، لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. دليل ثاني من القرآن الكريم، وربنا نزل لنا القرآن عشان نقراه ونفهمه ونعمل به، ما عشان نقرا ساكت يعني نقرا القرآن زول يقرا القرآن ساكت كده ويخطي ويخطه، لا، تقراه عشان تعمل به وتفهمه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن شنو؟ شو الآيات دي واضحة ولا ما واضحة؟ ربنا قال يا أيها الناس، ونحن كلنا ناس، أنا ذات معاصي، ضرب مثل، المثل مثل من الأمثال، ربنا ضربوا لنا مثل لنا به فاستمعوا له كلكم. ربنا قال لكم اسمعوا للكلام ده في سورة الحج، إن الذين تدعون من دون الله، الناس اللي بتدعوهم من دون الله كان بيقى ولي، احنا ما انكرنا الاولياء يا جماعة، في اولياء وفي كرامات، لكن ان بيقى ولي ذاته فهي صحيح. ربنا قال لك اذا دعيته من دون الله، ربنا قال لن، الاولياء والصالحين، الله قال لن يخلقوا ذبابا. بالله شوف كلام، كلام ربنا واضح كيف يا جماعة. ربنا قال الناس الصالحين والأولياء اللي تدعوهم وتخلي الله اللي تدعوهم قال ما يقدر يخلق ضبانا، يبقى ضعاف ولا ما ضعاف؟ الله قال ما يقدر يخلق ضبانا، يبقى ضعيف ولا ما ضعيف؟ ضعيف. يبقى كيف يا جماعة المرة تمشي لشيخ تقول له الدين الجنة عنده مخزن بتاع أولاد؟ ما عنده. عشان كده ربنا قال ما بيخلق ضبانة، خلي جنة بكرعين وبيدين وبإضنين كبار يدي. الله قال لك ضبانة ما بيدي يدي جنة كيف؟ الآية واضحة، القرآن واضح، ربنا قال لن 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 يخلقوا ذبابا يعني ضبانة واحدة ولو اجتمعوا له. فكمان لو عملوا اجتماع كله الفقراء، عملوا اجتماع كبير وجابوا سراميس الشاي وسراميس الجبنة والزلابية، الفقراء قالوا الليلة دايرين نخلق لنا ضبانة زي حقة الله. ربنا قالوا ولو اجتمعوا له، عملوا اجتماع عشان يخلقوا ضبانة ما يقدر. ربنا عزيز ولا ما عزيز؟ قوي. شوف ربنا يتحداهم كيف؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قولوا مشكلة بس. ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستقذوه منه، يعني شو كلام؟ الطعام بتاع الفقير خدت له كسرة قاعد يلعب ياكل. ربنا قال الضبانة لو ركت في صحن الفقير وشالت منه حاجة بالعدة الفقير وجراه بيدين وكرعين ما يقدر يطلع. وإن يسلبهم الذباب، يسلب يعني الذباب يطلع قلع. وبعدين الضبان يا جماعة ماذا الحرامي بتسلم بالليل الساعة 2 بالليل بالحيطة في الظلام، الضبان بتشيل قدامك عينك يا تاجر. أجا كده ربنا قال يسلبهم، السلب ده قلع قلع. طيب فكيف ما قدر يقالع ضبانة يديك كيف يا جماعة؟ فكيف غلبته ضبانة؟ ربنا قال غلبته ضبانة، ضبانة يا كافيطالة ولا قعنجة، ضبانة بس غلبت الفقير. كيف أنا أمشي أقول يا فقير فلان أديني سوي لي درسات السعودية تساعدني، وده ما تقول له 200 سنة انحفرت القبر عراقي ما تلقاه. ربنا قال بعدين يا جماعة كلمة العبور زول مات، لا مات فقير كبير مات، شلنا غسلنا ودسنا بطنه ملصنا من الملابس مرة واحدة سروال مات ودسنا لبطنه كده الكلام ده بالعبور كلنا نفكر فيه بالراحة، دسنا بطنه ها ها طلع أي حاجة وغسلناه
نقلبه كده ونقلبه كده، ما قاري ما قادر يتقلب، ينفع بضر وما قادر يتقلب، نقلبه كده ونقلبه كده، انتهينا كفناه، انتهينا شلنا بالعنقريت ومشينا بالمقابر، حفروا المقابر المطمورة، حفروا الدلحات ونزلنا جوا، وبالطوب الأخضر رصيناه. لو فضل شفت قد بيدخل بعوضة، كما أقول لك صلي، ما شفته؟ لد، أعمل زيني، لد بالطين، لد، لد، كبسناه تب، طين وتوب، وكتمناه بالتراب، أجي بعدك أجي، لما نعتر، أقول يا شيخ فلان، تنجدني وتفزعني؟ يا فلان لما نزلت إيه؟ نزلت بلا؟ يا أخي لو ما نزلت أنت، معلش؟ يا أخي شيخ فلان ده لو بينفع وبيضر كان بعد ما يموت نمشي المغابر نضرب له تلفون نقول له تعال الحقنا القبر جاي، خد جوا القبر، شنا ما عنده حاجه، ما عنده حيل، عشان كده ربنا قال وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطرد. الزول اللي بيطلب غير الله، الله قال ضعيف. والمطلوب الطلبت من دون الله ده كان شيخ ولا فقيه ولا غيره، الله قال برضو ضعيف، ده كلام الله. ما كلامنا والله، ولا نفذنا زول، نفذنا زول؟ لا قلنا ينعل أم زول، لا قلنا ينعل قبيلة زول، لا قلنا ينعل أبو زول، قلنا ما في زول بينفع أو يضر إلا الله. الغلط ورينوا لي وين؟ وريني الغلط وين؟ ربنا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله داير قراءك تتقطع في زول منها لازم تتقطع. نسأل ربنا يحمي الجميع. ربنا داير ينزل لك ذهب، تمشي الخلقة تحفر تلقى 50 كيلو ذهب، دي حكومة ولا شرطة ولا جهاز أمن ولا حرامية، ساكت خصوص ساكت، يقدر يمنع منك الخير القسم لك الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يرثك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. ربنا قوي، ربنا سبحانه وتعالى رزاق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.